السلام عليكم. مهندس اول شيء بقول مهندس عبد الله عمر قاسم شاء الله يحييك مبروك الانجاز الاخير. الله يبارك فيك ان شاء الله من جد. هذا الشهر هذا دعنا والوطن خدمه الوطن واحنا في خدمه الوطن ان شاء الله. الله يطول عمرك يا قاسم. Thank you.
بالمحبة والهوى ما أدري بالمحبة والهوى.